عليك شوي، أنا آسف. بسيطة، أنا جاهزة للبروفا. حافظة حوارك منيح؟ بصم. تنتظري علي شوي لأرتاح ونبلش بروفا. هاي اللفة اللي أنت شايفها رح تربحني 3 مليون. هاي اللفة اللي حضرتك شايفتيها ما رح تربحك شي. لا، سحر الجن الأزرق ما بيخيب. بتعرف شو قال لي الأستاذ سعدان؟ قال لي إنه في وحدة رح تتصل فيك اليوم بالتليفون. لا مو معقولة. هو هيك قال لي. يلا قومي. أكيد هي. ردي أنتي، أنا ما بآمن بحكي السعدان. أنت ما بتآمن بس أنا بآمن. رح أبدأ. ألو؟ مرحبا حبيبي، كيفك جمولتي؟ مشتاقتلك مشتاقتلك كتير، قد ما أقول لك مشتاقتلك. هالكم يوم اللي ما شفتك فيهم حسيتهم سنة. أنا ما عاد في أبعد عنك، مشان هيك قطعت سفرتي مشانك. مشتاقتلك مشتاقتلك، جاية لعندك فورا. مين هي؟ مين اتصل؟ هي وحدة بس أكيد غلطانة بالنمرة. ليش شو بدها؟ ما قالت شو بدها؟ قال بدها تحكي مع حبيبها وهي مشتاقت له كتير وبدها تيجي لعنده فورا. ما قالت شو اسم حبيبها؟ كأنه قالت لي جمالي جمالي جمولة جمولتي هيك شيء. ايه جمولتي، أكيد قايلة جمولتي. وانت شو عرفها؟ لا لا، مو أنا، مو موضوع شو عرفني، بس أنا بعرف إنه جمولتي هو اسم الدلع لجميل، يعني سكرتيرتي وردة الحلوة النغشة، مو أمل البشعة. ايه شبهها؟ هي وردة لما بدها تدلعني على طول بتنادي لي جمولتي بدال جميل. ايه جمولتي، واكيد هي قايله جمولتي. ايه جمولتي. لتكون هي المخابره الك. لا شو لي، معقوله منين بدها تجيني هيك تليفونات؟ فوتي تريالة جوا. كبري عليك انا، كلام السعدان انا هاد ما بامن فيه لانه كله سعدني بشعوزي. على كلنا المي بتكذب الغطاس. الست قالت بالتليفون انها جاي لعند حبيبها فورا، فاذا اجت ست الحسن والجمال لهون فمعناتها التليفون الك، واذا ما اجت بتكون النمره غلط. معناتها بس استفدنا شيء. طيب شو رايك نروح مشوار؟ ما جاء عبالي. طيب منروح لعند أهلي. بكرة منروح. طيب منروح لعند رفيقتك مها. مها عندها دوارة. طيب منروح على السينما. جميل، ما جعبالي يطلع من البيت اليوم. ليش؟ اليوم ما حاطلع، بدي استنى الست يلي جاي لعندك. ها. لا لا، التليفون اللي سمعتيه كله خطأ. بستنى التليفون الصح. هدي هنا، ما عاد فيني. ها بتعرفيني على دائرة مو جاي تليفون. عايشي يا زميل. تررم تررم. تررم مو جاي. الو، اهلين استاذ وسيم. ايه هون. بس قبل ما اعطيك اياه، انا كثير بدي اتشكرك على الموعد اللي اخذت لنا اياه مع الاستاذ سعدان. هو كان كثير لطيف معنا ويسر لنا امرنا. ايه تكرم عينك. احكي مع وسيم. الو، اهلي وسيم. لحظه لهدي. ايه ليش سمعان صوت خناقه شيء؟ لا يعني جوز طلع شعيري، ما بعرف. خلص بعدين بحكي لك. مع السلامه، الله معك. شو بده؟ ما في شيء، بده يتسلى. وشو قصه الخناقه؟ انو خناقه؟ مين قال خناقه؟ انت قلت له يا على وسيم. لا بقول لك شلون، هو يعني كان هاكل همنا دري من الاستاذ سعدان انه بجوز تجي هي الحرمه اللي بدها تحكي معي، بده يبعثها الجن الازرق مشان المكالمه، ودقنا مشان يطمن. هي القصه كلها. يا عيب الشوم يا عيب الشوم، ما كان هذا املي فيه. صديق حابب يطمن على حياه صديقه، فتح له تليفون يطمن. شو فيها؟ انا ما عم بحكي عن وسيم. لكان عن مين؟ عن السعدان. عيب عليه طالع اسرار الناس لبرا. ها ايه مزبوط، هذا اكبر عيب بيعمله، عيب.